على غير العادة مستمعينا مستمعتنا في كل مكان نلقاكم هذا الصباح في نقل من قصر المعارض. اليوم الحدث افتتاح الصالون الدولي للكتاب في طبعته 22، نسعد في سياق باستضافة محافظ الصالون السيد حميد مسعودي. سيدي أهلا بكم. صباح الخير وأهلا بكم وسهلا بكم في قصر المعارض، كما تفضلتم اليوم الافتتاح الرسمي للصالون الدولي للكتاب في طبعته 22. طيب سيد مسعودي، حركية دؤوبة إلى غاية هذه اللحظات تحذيرا لافتتاح الرسمي الذي سيكون هذا المساء في انتظار الافتتاح الشعبي غدا الخميس. الطبعة تتجدد كل سنة، قد تكون معها تحديات، عراقيل، نقاط سلبية، لكن هناك دائما بحث عن الارتقاء بمستوى الخدمات. ما جديد طبعة هذه السنة؟ والله أولا بسم الله الرحمن الرحيم، التحدي الأول هذه السنة هي الميزانية المخصصة للصالون التي انخفضت بالنسبة للسنة الفارطة ب 30%. السنة الفارطة كانت 120 مليون دينار جزائري، هذه السنة نزلت ل 80 مليون دينار جزائري، وهذا تحدي وإحنا موجودين هنا لرفع التحدي. ونعدكم من هذا المنبر أن الصالون الدولي للكتاب سيكون كالعادة في حلته المعهودة، ربما أحسن بفضل كثير من المتعاونين الذين رافقونا لإنجاح هذه الطبعة. طبعا هذه تنطلق اليوم 25 أكتوبر، ستفتتح رسميا من طرف دولة الرئيس السيد أحمد يحيى الساعة 4 بعد الظهر، وللجمهور ابتداء من الغد الخميس 26 أكتوبر لغاية 5 نوفمبر. مبدئيا كانت حتى لغاية 4 نوفمبر، ولكن نظرا للبرنامج الثقافي الثري وخاصة مع زملائنا من المجلس الأعلى للأمازيغية الذين برمجوا عدة محاضرات بمناسبة ذكرى المئوية لمولود معمري، زدنا يوم، وهذا يكون في صالح الناشرين، في صالح الجمهور، في صالح كل الناس إن شاء الله. طيب ضيف شرف في الطبعة ببعد إفريقي؟ بالفعل بعد إفريقي، وما يخفاش عليكم في شهر فبراير الفارط كانت معالي وزيرة الثقافة لجنوب إفريقيا في زيارة للجزائر، وراحت في التغيير الحكومي الأخير كان لها لقاء مع معالي وزير الثقافة الجزائري السيد عز الدين مهوبي، واتفق أن تكون جنوب إفريقيا ضيفة شرف، وهذا شيء يشرفنا احنا كجزائريين بحكم أننا ننتمي للقارة الإفريقية، فتكون جنوب إفريقيا ضيفة شرف. السنة الفارطة كما تعلمون كانت جمهورية مصر العربية، السنة اللي قبلها كانت الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت فرنسا. هذه السنة انتقلنا لقاراتنا، القارة الإفريقية، وبحكم أنه كل سنة فيه فضاء ما يسمى بالإسبري باناف أو روح الباناف الذي دأبنا على مواصلته منذ 2009، كين جناح كين فضاء مخصص لجيراننا والقارة التي ننتمي إليها من الكاميرون من السنغال من عدة بلدان إفريقية، وستكون جنوب إفريقيا ضيفة شرف لهذه الدورة بحكم العلاقات الطيبة مع هذا البلد في كل المجالات وخاصة في المجال الثقافي. هي بحكم العلاقات ولكن بحكم التوجه الجديد، الجزائر تراهن على دبلوماسية اقتصادية، دبلوماسية تجارية، تتوجه كذلك إلى إفريقيا، وأعتقد أنه تعزيز العلاقة مع جنوب إفريقيا وغيرها من الدول هو واحدة من الأبواب التي بإمكان أن نستثمر من خلالها. بالفعل بالفعل، وجود الإخوة الأفارقة كما قلت بحكم أننا ننتمي لهذه القارة فيه تواصل كبير مع عدة بلدان إفريقية، وقلت لك في الإسبري باناف روح الباناف في عدة دول، السنغال، كاميرون، كوت ديفوار، عدة كونغو، عدة بلدان إفريقية موجودين معنا. ناهيك عن ضيف الشرف اللي هي جنوب إفريقيا إن شاء الله، معهم برنامج ثري ومجموعة من الكتب سواء باللغة الإنجليزية أو المترجمة للغة الفرنسية، وحتى فيه كتب مترجمة للغة العربية بمناسبة وجودهم كضيف شرف لهذه الدورة. طيب جنوب إفريقيا، عفوا، هذه مجرية تسجيل والأشغال التي ربما تختتم في هذه اللحظات. على كل يعني جنوب إفريقيا ليست الوحيدة، لأن هناك ضيوف أجانب. العام الماضي لم أخطئ سيد مسعودي كان في ارتفاع في عدد دور النشر الأجنبية التي شاركت في معرض الجزائر، هذه السنة كم العدد لو سمحت؟ بالفعل احنا من سنة إلى أخرى
بحكم أن الصالون الدولي للكتاب في الجزائر اكتسب مكانة هامة عالميا وليس إفريقيا وعربيا، أقولها بكل تواضع وبشهادة الجميع أن الصالون تاع الجزائر أصبح الأول إفريقيا وعربيا، والمعيار الذي يقاس به الصالون هي عدد دور النشر المشاركة، عدد الدول المشاركة، المساحة التي نخصصها للصالون. هذه السنة لعلمكم وصلنا لعدد قياسي من الدول المشاركة 52 دولة، وهذا ليس بالشيء الهين في الظروف الحالية، خاصة في بعض البلدان العربية التي تشهد مشاكل وظروف أمنية صعبة. احنا الحمد لله استرجعنا الأمن تاعنا، وفخامة رئيس الجمهورية يولي اهتمام كبير للصالون الدولي للكتاب، ومعالي وزير الثقافة يتابع يوميا كل أشغال وكل كبيرة وصغيرة فيما يخص الصالون. فوصلنا ل 52 دولة مشاركة معنا، فيه ارتفاع. السنة الفارطة كانت 43 دولة، من 43 دولة وصلنا ل 52 دولة ممثلة في 952 دار نشر، من بينها 314 دار نشر جزائرية، بارتفاع ب7% بالنسبة للدورة الفارطة، وهذا دليل أنه فيه حركية في النشر، حركية في الإصدار، رغم المشاكل، رغم غلاء المواد الأولية، لكن الإخوة الناشرين قاعدين يشطوا في هذا الميدان. وعندي بعض الإحصائيات أنه الإخوة الجزائريين سيدخلون تقريبا ب120 رواية جديدة لهذا الصالون، وهذا عدد لا يستهان به، وهذا دليل أيضا أنه النشر فيه مشاكل توزيع، فيه بعض المشاكل، ولكن الإخوة الجزائريين قاعدين ينشطوا في هذا الميدان. الدول العربية بما فيها الجزائر 17 دولة عربية، 16 ضيوف، مصر، الأردن، لبنان، السعودية، البحرين، الكويت، تونس، المغرب، كلهم 16 دولة مشاركين معنا في هذه الدورة، يعني 17 دولة عربية كذلك، هذا ليس بالشيء الهين في هذه الدورة. طيب لا تنفون هنا سيد مسعود وأنتم ملمون بالطباعة وبالميدان عموما، ميدان الكتاب، أنه فيه ارتفاع في قيمة أسعار وتكاليف إنتاج الورق، هذا لم يؤثر إلى حد ما؟ فيه تأثير، فيه تأثير. لعلمكم السنة الفارطة كان كيلوغرام من الورق يساوي 80 دينار جزائري، الآن في اللحظة اللي نتكلم فيك أصبح 150 دينار للكيلو غرام، هذا يأثر نوعا ما في سعر الكتاب. ولكن أنا من باب التجربة، وهذه الدورة السابعة لي في على رأس هذا المحافظة، الإخوة الجزائريين والإخوة العرب والأشقاء العرب اللي يجول للمعرض عملوا أسعار تفضيلية وخفضوا الأسعار تاعهم حتى يكونوا في متناول المواطن ومتناول الطالب ومتناول الجميع. أنت تعرف أنه المرتجعات تكلف غالي للإخوة الأشقاء العرب، فيفضل اللي بيعها بسعر تفضيلي، سعر متناول الجميع، أحسن من رجعها البلد وراح تكلفوا نقر، راح تكلفوا شحن، راح تكلفوا تأمين، راح تكلفوا مخلص ويرجعها البلد، فيفضل يبيعها بسعر معلوق للمواطن الجزائري. طيب المواطن الجزائري الذي يكون شغوف عادة بمثل هكذا صالونات، لكن هذا الصالون ما يميزه أيضا هو تزامنه أيام قليلة قبل إحياء ذكرى الفاتح نوفمبر، ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، ما الأهمية التي تم إيلاؤها لهذه الذكرى في هذا الصالون؟ والله أنا منذ تولي هذا المنصب التعليم الوحيدة التي تلقيتها من السلطات العليا أنه تعطى الأولوية للكتاب العلمي، للكتاب الجامعي، للرواية، لكل ما هو جديد، لكتاب التاريخ، كل هذه الأشياء متوفرة. هذا ما يمنعش أنه كصالون عربي موجود الكتاب الديني، ولكن في حدود ما يسمح به القانون، في حدود ما يسمح به مذهبنا المالكي. احنا لسنا ضد المذاهب الاخرى، ولكن في الجزائر مذهبنا المالكي، فلسنا بحاجة للكتب التي تدعو للطائفية، الكتب التي تدعو للتفرقة، الكتب التي تمجد الارهاب، هذا لسنا في حاجة اليه. وفيه قانون 2003 المعدل في 2015 يمنع مجموعة من الكتب، كل الكتب التي تمجد الارهاب، كل الكتب التي تدعو للعنصرية، كل الكتب التي تخدش الحياة، كل الكتب التي تمس بثورتنا المجيدة ورموزها، هذه الكتب تقع تحت طائرة قانون 2003 كما قلت المعدل في 2015، تمنع من أن تكون معروضة في الصالون الدولي للكتاب.
ما دام قانون هذا ساري المفعول سيطبق بكل حذافيره. ولكن من باب تجربة الإخوان الناشئين خاصة العرب شقاء العرب باب التجربة يعرفوا أنه فيه قانون يطبق. انتقلنا من سنة 2000 رجوع المعرض بعد غياب 14 سنة، كانت أزمة مالية خانقة في 86، ثم الظروف الأمنية اللي مرنا بها انقطع الصالون مدة 14 سنة. بعد مجيء فخامة رئيس الجمهورية السي عبد العزيز بوتفليقة رجع الصالون في 2000، تم التحفظ على 3000 عنوان. السنة الفارطة تحفظنا على 111 عنوان، هذه السنة أقل من 100 عنوان. يعني الإخوة الناشئين العرب خاصة عرفوا أنه فيه قانون يطبق في الجزائر، كان مادة من مواد القانون الداخلي للمعرض يمنع مجموعة من الكتب، فنتحفظ وهذا شيء بسيط جدا. تعرف أنه هذه السنة سيعرض أكثر من 232 ألف عنوان. طيب 230 ليس بشيء الهين، 30% من هذه العناوين 77 ألف، أكثر من 77 ألف راجع الإخوة الناشرين الجزائريين. فهنا يبين أنه فيه نشاط عند الإخوة الجزائريين وفيه إصدارات وفيه عمل رغم مشاكل التوزيع التي نعاني منها لحد الساعة. هل لنا أن نعرف فقط سيد مسعودي وأنتم محافظ الصالون في الغالبية الكتاب التي منعت من العرض في هذه الطبعة، هل لطبعة والله أغلبها المرأة أم أغلبها كتب دينية، كتب دينية تدعو للطائفية لمذاهب أخرى، احنا لا نمنحها في بلدان المصدر هذا شأنهم. ولكن في الجزائر قانون يمنع مثل هذه الكتب، قلت أقل من 100 عنوان تم التحفظ عليها. نعم. جلها كتب دينية تدعو للتطرف، تدعو للفتنة، تدعو للتفرقة، في بعض الأحيان تدعو للعنصرية مع كل أسف. هذه كتب تم التحفظ عليها من طرف لجنة القراءة، وهي لجنة مستقلة عن الصالون الدولي للكتاب، تنصب كل سنة من طرف معالي وزير الثقافة وتخدم بكل، ولهم باع كبير في هذا الميدان. نعم. في الكتب وفي الثقافة تم التحفظ كما قلت على أقل من 100 عنوان، 100 عنوان في 230 ألف عنوان اعتقادي أنه شيء بسيط، بسيط جدا، وهذا اللي معمول به في كل البلدان، حتى البلدان المتقدمة. طيب. التي ما لها باع كبير في حرية التعبير وفي حرية المعتقد وفي حرية كذا، ولكن احنا في الجزائر عندنا مرجعيتنا الجزائرية، فنرجو من الأخوة الناشرين العرب أن يتفهموا هذا وأن الكتب هذه سيتم التحفظ عليها. سيدي تكلمتم على نقاط عدة عن المنع والتحفظ على بعض الكتب، هذا جانب تنظيمي. طيب هل فيه دور نشر بعينها تم منعها من المشاركة انطلاقا من عدم احترامها للتنظيم الداخلي للصالون الدولي في طبعات سابقة؟ بالفعل كنا حذرنا، مش دورة الفارطة، الدورة اللي قبلها حذرنا بعض دور النشر مع كل أسف لا تحترم القانون الداخلي للمعرض اللي فيه مادة من مواده تمنع منعا باتا وضع الكتاب على الأرض. ومع كل أسف بعض الإخوة حتى المصحف الشريف يوضع على الأرض، هذا حرام وعدم احترام للصالون وعدم احترام للقراء وعدم احترام للجمهور. ربما أتفهم بعض الإخوة من الدول العربية شقيقة جاي من بعيد، أتفهم، ولكن مع كل أسف بعض الإخوة الجزائريين اللي المكتب بتاعه 500 متر من صالون من قصر المعارض لا يكلف نفسه عناء مجيء بطاولة أو يوضع حتى يوضع الكتاب في مكان محترم، هذا شيء مؤسف. وهذا اللي خلانا بعد الإنذارات وبعد التحذيرات قسينا أكثر من 25 دار نشر هذه السنة، وطنية وعربية شقيقة، حتى تكون عبرة لمن يريد أن يعتبر أنه في احترام للصالون، في احترام للجمهور، في احترام للقارئ، في احترام للكتاب. بعض الأحيان كتب فيها آيات قرآنية المصحف الشريف يوضع على الأرض، هذا غير مسموح به، ولذا أقسينا أكثر من 25 دار نشر. فيه دور نشر أخرى خالفت كذلك مادة من مواد القانون الداخلي للمعرض أنه يسلم للمخلص الوثائق فيما يخص المرتجعات
في وقتها مع كل أسف حتى يكمل الدورة القمرية والشمسية، من الجزائر يطلع على الشارقة، ومن الشارقة يطلع على أبو ظبي، ومن أبو ظبي للكويت، وما يبعث الوثائق إلى 5-6 أشهر للمخلص، وهذا حيأخر عملية المرتجعات. نعم. اللي سبت لنا نوعا ما مشكل مع الإخوة اتحاد الناشئين العرب، ولو أنها مسألة تجارية بحتة ما بين المخلصين ولا علاقة لإدارة المعرض بهذا الموضوع، ولذا اتخذنا إجراءات حتى الإخوة، وخاصة أقولها بكل أسف، الإخوة الأشقاء العرب يلتزموا بالقانون الداخلي للمعرض. طيب، وداخليا في المعرض هناك سلسلة محاضرات ندوات في أجندة المعرض، عودنا المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية الأمازيغية وغيرها من الهيئات في النشاط. ما هي الأجندة الكاملة؟ وفي البداية ماذا عن أبرز الشخصيات؟ العام الماضي كرمتم شخصيات سياسية بارزة، بعضها رحل عنا، وهناك شخصية في الأدب، هذا طبعا ما الذي سيميزها سيد مسعود؟ أسف رحلوا علينا أكثر من 10 أشخاص منذ الدورة الفارطة، كلهم صحفيين وأدباء، وحتى في الندوة الصحفية كرمنا الناس هذو وذكرناهم، وباركت لكم باليوم العالمي لليوم الوطني للصحافة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا. فيه برنامج ثقافي ثري، سواء فيما يخص الصالون، إدارة الصالون الدولي للكتاب، أو المتعاملين معنا كما ذكرت، المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الإسلامي الأعلى، وزارة الشؤون الدينية، وزارة التربية، وخاصة المجلس الأعلى للغة الأمازيغية، الذين سطروا برنامج ثري بخاصة بمناسبة الذكرى المئوية لمولود معمري، خصوا برنامج ثري بهذه المناسبة. المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار لناب كذلك لها برنامج. ما يؤسفني هنا أن بعض كل الناشرين تقريبا الجزائريين ولا نشاط ولا بيع بالتوقيع ولا شيء، يجوا يعني يقعدوا في الأجنحة تاعهم. من السنة الفارطة في معرض باريس، احنا كل مرة نجيبوا المثال باريس، كانت 740 نشاط ثقافي، ما فيه إلا 16 نشاط ثقافي تابع للصالون، والبقية كلها في دور النشر، محاضرات، البيع بالتوقيع، يخلوا الكاتب، يخلوا الرواي يحتك بالجمهور، يحتك بالقارئ. هذا الشيء اللي نفقدوه احنا يا عنا من عند الإخوة الجزائريين مع كل أسف. في بعض دور النشر تعمل مجهود، دور نشر خاصة، والمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار يعملوا نشاط، يعملوا حركية في الجناح تاعهم، ولكن الأغلبية مع كل أسف ما فيش. أما فيما يخص البرنامج الثقافي، عفوا سيد مسعودي، قبل البرنامج الثقافي، هل النقطة التي أشرتم إليها ترجع إلى ضعف إنتاجات دور هذا النشر، أم ربما لما لا تفكير في مستقبلا، ليس في إلزام ولكن في دفع هذا دور النشر كي تساهم في حركية الصالون؟ يعني إذا كان كل إنسان أو كل عارض يجي يأخذ المترات تاعه ويعرض فقط الكتب أو المؤلفات في هدوء وسكينة وكذا، فما فيش حركية، ما فيش مساهمة. مع كل أسف هذا هو الشيء الواقع. الإخوة الناشرين الجزائريين مع كل أسف يأخذ الجناح تاعه، يعرض الكتب تاعه، يبيع ويمشي على البيت، يخصص للمرأة، يخصص الطفل، للمريض، للمعاقل، للطفل، حتى يخلي الكتاب تاعه يحتكوا مع الجمهور، يحتكوا مع القارئ، على الأقل فئات التي تهتم بذلك. أيوة، ولكن هذا الشيء ما عدا تقريبا 314 دار نشر جزائرية، ربما 10 أو 15 دار نشر تعمل مثل هذه النشاطات، أما البقية كلهم يجوا يعرضوا الكتب تاعهم. ولكن في آخر المعرض يفتخر أنه حقق رقم أعمال كبير دون أن يبذل مجهود لتفعيل الصالون الدولي للكتاب بنشاطات بتبيع التوقيع، بتقديم كتابه وروائه. هذا شيء مؤسف مع، وأنا نوعدكم أنه راح نوعي الإخوة الجزائريين حتى نوصل ويبقى المعرض تاعنا والصالون تاعنا في المستوى المرموق اللي تعودنا عليه. ما البرنامج الثقافي كنتم تتحدث عنه؟ والله البرنامج الثقافي عاد شدينا مسينا كل المحاور، اولا البعد الافريقي،
بحكم كما قلت انتمائنا للقارة الإفريقية، فيه نشاط في روح البناف، هذا البعد الإفريقي. فيه البعد الإسلامي، محاضرات، محاضرة الإسلام والغرب. أنتم تعرفوا أن المشاكل اللي عشتها الدول العربية والدول الإسلامية أصبحت نظرة سيئة مع كل أسف لديننا الإسلام الحنيف. شوه الإسلام، كاين محاضرة مع مجموعة كوكبة من الدكاترة والمختصين، من بينهم الدكتور مصطفى الشريف، وكوكبة من الكتاب. لم ننسى المدرسة، خصصنا يوم للمدرسة، حتى وزارة التربية وهي شريكة معنا في الصالون الدولي للكتاب. بالمناسبة راح نجيبوا أكثر من 100,000 تلميذ من الولايات الداخلية حتى يدخلوا في هذا الجو الثقافي، هذا العرس الثقافي كبير، وحتى نعودوهم على المطالعة على القراءة. خرجت ميدانية، خرجت ميدانية، وتكون فرصة لأولادنا يزوروا المعرض، ربما يقتنيوا كتب وشيء من هذا. أول نوفمبر خصصناه لمحاضرة لتشريح الاستعمار والاحتلال، مش معناها بلد ما مستقل مثل الجزائر في 5 جويلية 62، أنه آثار الاحتلال وآثار الاستعمار انتهت. احنا لحد الساعة نعاني من التجارب النووية اللي وقعت في 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 رجال. كل هذه ستشرح بحضور مجموعة كوكبة من المؤرخين، من فيه بيع بالتوقيع لشخصيات كتاب مرموقين مثل أحلام مستغانمي اللي خصصنا لها أمسية وهي مشكورة، أول مرة تجي مرتين متتاليتين للصالون الدولي للكتاب، ولكن هذا القراء تاعها والمحبين تاعها أثروا فيها عن طريق التواصل الاجتماعي. وقبلت الدعوة وتكون معنا، سيكون معنا الدكتور الأستاذ وسيني لعرج كذلك، ما فيه كوكبة من البلدان العربية، الكاتب والروائي الكبير العراقي بدر العايش في بروكسل سيكون معنا، سيكون معنا الصحفي الكبير من لبنان، سيكون معنا الناقد الكبير أنيس رفاعي من المغرب، سيكون معنا ضيوف من تونس وكذلك من الدول الأوروبية. ولكن من 85 ضيف الذين سينشطون هذه الطاولات المستديرة وهذه المحاضرات، حصة الأسد بطبيعة الحال هي للجزائر، العرس عرسهم. فحصة الأسد من 85 ضيف سيكون معنا 50 جزائري، لا أقول ضيف، هم في بلدهم، سيكونون حاضرا معنا مثل الدكتور أمين الزاوي، ربيعة جلطي، زهر ونيسي، الدكتور محي الدين عميمور، البروفيسور شيتور، كوكبة من الأدباء، من الكتاب، من المختصين في جميع المجالات سيكونون معنا. هي فرصة للقاء قرائهم ومتتبعهم وعشاقهم. ولكن ماذا عن الفضاءات المخصصة؟ هل هناك فضاء للمرأة للطفولة مثلا؟ تدركون بأنه مثل، عفوا سيد مسعودي، مثل هذه الصالونات خاصة الكتاب يستقطب كل الفئات، يعني لا نتحدث عن صالون خاص لبروفيسيونال مهنيين كما هو شأن بعض الصالونات، وهذه ميزان الكتاب فقط. والله العظيم هنا من باب التجربة الصالون مفتوح لكل الناس، وأنا ما يثلج صدري لما نشوف عائلات جاية تزور معرض أطفال، وخاصة المرأة اللي لها مكانة خاصة في الصالون وفي قلوبنا وفي في في عقولنا. خصصنا جناح كامل لكتاب الطفل. أنت تعرف أنه بعض الأولياء لظروف تاريخية لا يقرؤون، ولكن في بعض الأحيان يرافقون أولادهم. خصصنا لهم جناح لكتاب الطفل، كتاب الشبه المدرسي، كتاب الطفل، القصة، وخصصنا لهم حتى نشاط، ورشات للرسم، ورشات مع بهلوانيين، حتى نخلق جو عائلي وجو عرس ثقافي مخصص في الجناح أهجار، مخصص للأطفال. كل مستلزمات الأطفال موجودة، حتى ننقص العناء على الأولياء الذين مع كل أسف لا يقرؤون ولكن يرافقون أولادهم، عوض يمروا على كل الأجنحة، وهذا شيء متعب. خصصنا لهم مكان للطفل، وللمرأة كذلك لها مكانتها وهي مرحب بها. السنة الفارطة كان عندنا 1.5 مليون زائر. أملي كبير هذه السنة حتى يبقى الصالون الدولي للكتاب في الجزائر
في مكانة مرموقة نتجاوز عتبة 2 مليون زائر إن شاء الله. قبل أن نختم لقاء سيد مسعودي، هناك من التحديات المطروحة حاليا على مستوى المكتبات العالمية خاصة ومراكز البحث الرقمنة، هل الكتاب الرقمي حاضر في طبعة صالون دولي للكتاب؟ تدركون بأن التوجه الجديد هي رقمنة الأرشيف، لا أتكلم عن ملفات إدارية فقط ولكن حتى الكتب والمناهج التربوية بإمكانه أن نعتمدها في تطبيقات إلكترونية كي نخفف التواصل والاطلاع، هل هو حاضر؟ بالفعل بعض الإخوة الناشرين، ما نتكلمش على الأشقاء العرب والأجانب الذي سبقونا لهذا، ولكن في بعض الإخوة الناشرين الذين انطلقوا في هذه العملية وهم متواجدين معنا لرقمنة كتب وكل الإصدارات موجودين معنا، وهذه بداية إن شاء الله في السنوات المقبلة راح نتقدم أكثر، ولكن الكتاب يبقى كتاب. أنا شخصيا أفضل يعني الكتاب بين أيدي ملامسة وخير جليس. أتمنى في المستقبل كاين إخوة بدأوا ينشطوا في هذا الميدان. ومدام تكلمت على الرقمنة، هذا العام كل ما هو معروض في الصالون الدولي للكتاب موجود على النت، ممكن تدخل على الموقع توجد كل الكتب ومكان دار النشر والعناوين المعروضة، 233 ألف عنوان موجودة في موقع إلكتروني، ربما القارئ أو الباحث أو المهتم بدون يكلف عناء يعرف أنه موجود الكتاب والعنوان الكتاب اللي يبحث ليه والدار مكانها، كاين في خريطة للمعرض وجود مكان دار النشر والكتاب الذي يبحث عليه. السيد حميد مسعودي محافظ الصالون الدولي للكتاب في طبعته 22، شكرا جزيلا لكم على قبول دعوتنا. إذن الموعد سيكون هذا المساء معكم ومع الوزير الأول والطاقم الحكومي وضيوف الجزائر لافتتاح الطبعة 22 تحت رعاية رئيس الجمهورية. تحياتي لكم سيد مسعودي. شكرا حميد. وموفقين، والقناة الأولى ستكون حاضرة لتغطية فعاليات ندوات ومحاضرات هذه الطبعة. مستمعين في كل مكان، للعودة إلى هذه النسخة من برنامج ضيف الصباح، الموقع راديو RGV.DZ. إلى اللقاء.